السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم نسلان. اليوم جيتكم فيديو جديد وروتين جديد لمحبي الروتينات. إذا كنت أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي الجرس ليعجبها الفيديو بعد المشاهدة. جا من الفيديو هيا نروحو نشوفو روتين نهار اليوم. فيديو اليوم بديته لكم بالحلوى، ربي يحلي أيامكم جميعا إن شاء الله. واللي هي عبارة عن 3 بيضات، رشة ملح، وملعقة صغيرة فانيليا. عندي هنايا البودر، إذا عندك السائلة أحسن وأحسن، وأكيد ديري شي المتوفر عندك في المطبخ تاعك. راح نخلط بالضرب اليدوي، ما يحتاج الأمر أنك تستعملي الخلاط الكهربائي. نضرب شوية وندير عليه كاس سكر عادي، سكر مبلور. نخلط بالضرب اليدوي قليلا مدة معينة، يعني دقائق فقط. من بعد نضيف كأس تاع زيت. يعني الوصفة فيها 3 بيضات، فيها كأس سكر وكأس زيت ورشة ملح ومغرف صغيرة تاع لافاني. نخلط غير بالفوي، ولا تقدري حتى تخلطي بالفرشيطة، شي اللي يساعدك. نقسم الخليط على 2 أقسام. القسم الأول راح نخليه أبيض، نخليه هكاك بذوق الفانيليا. تحبي ديري عطر الفانيليا ديري عطر الفانيليا. والقسم الثاني راح نضيف له الكاكاو، ندير له 2 مغارف صغار تاع الكاكاو. تحبي تستعملي الكاكاو البني، تحبي تستعملي الكاكاو الاسود المتوفر عندك في المطبخ تاعك اكيد. وتحبي تضيفي عليه عطر الشوكولا، ضيفي له عطر الشوكولا. هو باش تكون وصفة اقتصادية وفي متناول الجميع. طبقي الوصفة اللي عطيتها لك والمراحل، واللي عندها حوايج زيادة في المطبخ تاعها ليما لا. نضيف عليها كيس تاع خميرة كيميائية، خميرة الحلوى. هنا كما تعرفوا باللي الكاكاو من المواد الجافة، يعني كي ديري الكاكاو ضيفي عادي تقدري تضيفي الخميرة عكس العجينة البيضاء. هنا راح نخليها هي الأخيرة لخاطر فيها الكاكاو، وتعرفوا الكاكاو فواخ يوسخ الدنيا كل. نعاود نرجع للعجينة البيضاء، ندير لها شوية فرينة. لازم ندير الفرينة باه نشيح، قلت لكم ماهيش كيما الكاكاو. وكما تعرفوا الخميرة لازم ما تندارش على المواد السائلة ديركت، لازم على المواد الجافة. نضيف لها حتى هي كيس خميرة كيميائية، يعني 2 أكياس. كيما شتو درت 2 شكاير تاع خميرة تاع الحلوى، ساشي في الخليط تاع الكاكاو، ساشي في الخليط تاع الفانيليا. نبدا نشيح بالفرينة. هنا شيحي حتى تحصلي على عجينة طرية شوية تلصق في اليد، ما تخليهاش تشيح بزاف كيما تاع الكروكي، لازم تكون طرية. المهم تكون شوية تقدري تتحكمي فيها من بعد، يعني كي تشوفوا الفيديو راح تفهموا. المهم ما لازمش تشيحيها بزاف، اذا شيحتيها بزاف راح تجي الحلوه تاعك يابسه. وحنا نحبوها تكون طريه شويه، يعني ماشي يابسه كيما تاع الكروكي، ما تكونش طريه كيما تاع الموسكوتشو. نجيب كيس، نجيب غلاف تاع الغلافات اللي يديروهم في على السني في الاعراس والمناسبات. نحلو ونحل عليه العجينة، واحد نديرو العجينة البيضاء وواحد العجينة السوداء. نحاول نحلها على شكل مستطيل لخاطر من بعد راح نحط العجينة البيضاء على السوداء ونطويها، راح تشوفوا المراحل من بعد. نعاون يدي بشوية تاع الزيت، نحاول ما نكثرش الزيت باش ما تجيش باش ما تفزتليش يعني الحلوة تاعي. نعاود نغلفها بالكيس كيما شتو ونحلها بالحلال، يعني نعاون روحي بالحلال باش يجي السطح تاعها كامل كيما بعضها هكا، باش ما تجيش طبقه عاليه وطبقه خشينه وطبقه رقيقه. مع انه انا درتها غير قهوه العصر باش نتقهوى بها. ما حبيتش نديرها لكم فيديو وحدها، بغيت ندخلها لكم في الروتين. نحاول نعدلها، راني قلت لكم نعدلها هكا باش ما تجيش باش تبان باللي راهي طبقات وما تهربش العجينه على بعضها. ولازم تحليها مستطيل خاطر من بعد راح تطويها، راح تشوفي كيفاش راح نطويها من بعد. نعاود نرجع للعجينه البيضاء، نحطها قدام السوداء باش نهز القيس، يعني باش ما يكونوا قد بعضهم في الطول.
قلت لكم باش من بعد ما تهربش العجينة البيضاء على السوداء ولا السوداء على البيضاء. ونحاول نعدل كيما راكم تشوفوا، ما لازمش نخلي جهة عفوا جهة رقيقة وجهة خشينة. مليحة هاد الوصفة، مليحة القهوة، القهوة تاع العشية ولا فطور تاع الصباح ولا. هي يتبان لكم صعيبة بصح راهي ساهلة، توجد في دقائق صدقوني، ولا غير توجد في دقائق، يعني ما عندهاش فرق بينها وبين صبر الفراش. هي صبر الفراش تحطي، ديري فرد خطرة الطبقة وتربي العجينة فقط، وهذه ديري طبقة هكا وطبقة هكا. هنايا تحطي العجينة البيضة على الكحلة ولا الكحلة على البيضة كيما تبغي. هنايا راني نهضر مع رسلان ونلوح في العجينة، ما شفتش اصلا كيفاش قاعدة نلوح فيها، وعادي يعني تصرا، مش معناها كي عندنا حنا قنوات ما نغلطوش ولا ما نديروش حاجه، نديرو حاجه وما طلعناش ولا، عادي حتى حنايا نديرو وصفات وما يصلحوناش، نغلطو ونفسدو العجينه عادي. وكنت قادره نحيها بس حبيت نخليها لكم باش تشوفوا واش درت. ونطويها كيما شفتوا بهذه الطريقه، كيما طريقه البات فيتي، العجينه المورقه، ونهزها ونحطها في بلاطو. البلاطو هنا انا اللي دارت له ورق الزبده، اذا مش متوفر عندك دهنيه بالزيت وديري الفرينه. نعاون روحي بالكيس ونزيد نحل العجينه، نحلها قيس البلاطو ونلوحها للفرن الطيب. هنا اذا حبيتي الوجه تاع الكاكاو الوجه يكون اسود، خلي العجينه تاع الكاكاو حطي فوقها البيضه، واذا بغيتي الوجه تاعها يكون بيض اعكسي، ديري البيضه وفوقها الكحله. هنايا بعد ما طابت العجينه نجبدها مباشره، نفرغ عليها المربى، ندير كميه لبس بها من المربى باش تشربها وتبقى لي طيه. انا هنا راح ندير نواة كوكو، اذا عندك رقائق تاع اللوز ديري رقائق اللوز، اذا عندك رقائق الفول السوداني الكاوكاو ديري شرائح ولا رقائق تاع الكاوكاو. شوفوا كيفاش راهي طريه، شوفوا كي راني نقسم فيها كيفاش راهي طريه، يعني ما يبستش العجينه. راني نقول لكم اذا يبستوا العجينه راهي تجيكم الكروكي، كي الكروكي، وما تطريوهاش بزاف كيما الموسكوتشو. نقسمها قسمتها المقروضات، تحبي ديريها مثلثات، تحبي ديريها مربع، كيما تحبي انتيا قسميها. ورحت بعد ما طابت الحلوه تاعي وجدت قهيوتي، انا ما نشربش قهوه يعني نشرب حليب، وجدت الكاطو، يعني صراحة درته أكثريتها على جال ريسلان. شوفوا الطبقات، شوفوا الطبقة البيضاء والسوداء، لو كان ما ديرونجيانيش ريسلان كانت تجي مليحة. كيما تقولي ماما اللي خانوه درعي يقول بيا السحور. أنا كنت نهضر مع ريسلان، مركزة مع ريسلان، ونسيت بلي نيها مانيش فايقة روحي بلي راني نخدم في الكاطو. كان يشاغب، كان يدير في الشغب في المطبخ. درت قهوتي انا وليدي، الحليب الريسلان، وانا درت حليبي كيما راكم تشوفوا، راه القهوه راهي في البراس عادي، وراكم تشوفوا بلي حليبي انا نشربو كحل، وكل ما نشربش حليبي يحكمني راسي، وحليبي ما نشربوش حلو، ندير غير مغرفه واحده تاع سكر تكفيني هكا، وديجا راهو جاني الحليب بزاف حلو. عمرت المغرف، المغرف جاي متوسطه مش صغيره بزاف. ريسلان هنا راهو يدلل، قال لي ما نشربش وحدي، نقعد في حجرك ونشرب الحليب. هذه هي الوصفه، ان شاء الله تطبقوها وتعجبكم. هي صراحه يعني عجبتكم الوصفه في كي شفتوها الفيديو تاع عيد الاضحى، ومن عيد الاضحى وانا نقول لكم ديروه لكم وما درتوش، وهذا وين درته لكم. هنا راني نتقهوى وراني نخمم يا ربي واش ندير العشاء، واش ندير العشاء. ومن بعد جا في بالي السلق، راهو الله يبارك كونتيتي في الثلاجه، قلت ما لا ندير العشاء سلق، لا لحم ولا دجاج، ماشي شرط ديما ناكلو اللحم وديما نديرو ناكلو الدجاج. هنا جبت عصير الجزر كيما راكم تقراو فيها، جبتو من الثلاجه، هذا خدمته ماما، عطاتني لابار تاعي، طيبت تشينا وسناريه طيبتهم، ودرت لهم شويه سكر ورحاتهم. انا هنا كيما راكم تشوفوا غسلت السلق مليح وقطعته وقليته ودبلته في قليته مليح، مش دبلته، قليته مليح مع شويه تاع ملح وفلفل اسود. راح نديرو غراتان، غراتان غير بالفرماج وبالبيض. بعد ما تقلى لي مليح هذاك السلق، يعني قليته مليح، زدت عليه بيضه قسمه يتجمل لي، قسمه يتلم لي هذاك
هذاك السلق هكا باش من بعد كنحيه من القرا، لاخاطش حنديرو كراتا باش كنحيه من المول تاع الكراتا ما يتفتتليش ولا يتحل من بعضه. انا هنا راح ندير في ليمول، ليمول ليمول راح نديرهم في ليمول انديفيديوال، تما قوالب فرديه، دهنتهم بشويه تاع زيت. تحبي ديري زبده ولا زيت، الشي اللي تحبيه انتيا. وفرغت السلق كيما راكم تشوفوا، غير سلق وبيض، والسلق راهو فيه فوائد كبيره، فيه فيتامينات بالبزاف، ملاح يفيدوا الجسم، ملاح بالبزاف للنفس، فيه الحديد، فيه الكالسيوم، ملاح للناس المرضى بهشاشه العظام، مليح لهم العظام، مليح للمراه المرضعه يدير لها الحليب، مليح ثاني حتى للاطفال، مليح للذكاء تاعهم. فيه فيتامينات، مليح للناس اللي مرض بلا طونسيون، مليح ثاني للناس اللي مرض بالسكر، يعني فيه فوائد كبيره بالبزاف، فيتامينات ملاح، فيه الالياف الغذائيه. المهم يعني السلق راهو مليح، ماشي شرط ديما ناكلو الدجاج، وماشي شرط ديما ناكلو اللحم. والعظام كيما تعرفوا، البيض فيه البروتينات، والجبن حتى الجبن راهو مليح الكالسيوم. المهم كراتا صحي وبسيط واقتصادي، الاهم انه اقتصادي. لحت الكراتا تاعي في الفور، وكنت ديجا قصيت البطاطا، رحت قليتها، قصيتها وخليتها في الماء هكا باش ما تكحليش. كي لحت الكراتا الطيب، قليت البطاطا ورحت نوجد العصير، العصير اللي قلت لكم عليه، عصير الجزر، تشينا وسناريه طيبين، طيبتهم ماما. نورمالمون دارت لهم حمض الليمون لاسيد سيتريك، وتما طيبتهم ودارت لهم السكر ورحاتهم عادي، صفاتهم. كيما راكم تشوفوا، بمجرد اني ندير لهم ونضيف له الماء ويكون العصير تاعي جاهز، يعني ساهل ماهل، جاني من حيث لا ادري ما كسرت راسي معاه. درت له غير الماء كيما راكم تشوفوا. هنا ديجا جبتهم من قبل كيما شفتو من الكونجيلاتور، خليتو طلق شويه. كون جا في الصيف ديجا راهو ذاب، كي رانا في الشتاء مازال ما ذابش. المهم راح نخلطو، دوك نخلطو بالفوي باش يتحل مليح. قاعد جامد شغل صوربي، جاي بان صوربي، سوختو كيما كثرتلوش الماء جابنا روعه. درك هاو جا الليمون وجا تما وقت الحمضيات، كاين ليمون، كاين البرتقال، كاين المندرين. خدموا العصير، بروفيتيو، خدموا العصير كونجليو، يعني عشاء جد بسيط، أمسية جد بسيطة، كلش فيها بسيط، ما فيهاش تعب. أنا معظم خدمتي نخدمها الصباح، باش العشية نقعد ألاز، نقعد عليها غير كش ما نخلط حاجه هكا القهوه وحاجه خفيفه للعشاء. وجدت العصير حطيته على جنب، هكا عصيري راهو واجد، الكراتين واجده. كيما راكم تلاحظوا ديموليت، نحيت الكراتا من المول، حطيتها في صحن، قليت البطاطا، بطاطا عادي. تقدري كي ديري كراتان كيما هكا تاع السلق، ترافقيها مع حميص، ترافقيها مع شي اللي بغيتي. ودرت شويه تاع فرماج ليطالي، يعني لوغو تاعو كيما المايونيز، انا ما نحبش المايونيز وما ناكل حاج، وشويه هريسه. وهذه هي الطاوله، والحمد لله ربي يدومها نعمه ان شاء الله علينا وعليكم. وهذه هي هذا هو روتيني المسائي، هذه هي الامسيه كيفاش نفوتها انا حتى من المساء حتى الليل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم روتين اليوم. الوصفه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الوصفه تاع السلق، الفيديو تاع السلق راح نحطه لكم وراء هذا الروتين. والى اللقاء في فيديوهات جديده ان شاء الله.